السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة النهاردة هنتكلم عن أنواع الكلمات المفتاحية، والحلقة اللي كانت مستنياها ناس كتير قوي كانوا مستنيين حلقة الكلمات المفتاحية وكانوا مسألين عليها. أنا النهاردة الصراحة ما كنتش ناوي أنزل فيديوهات، كنت فعلا جاي من امتحان وعايز أنام جدا، ولكن يعني قومت النوم وكده، فهحاول النهاردة إن شاء الله أقدم المعلومة اللي أنا جاي أقدمها بأدق التفاصيل بإذن الله. فأنا هتكلم النهاردة عن أنواع الكلمات المفتاحية، وعن إزاي تحط الكلمات المفتاحية، وأماكن وضع الكلمات المفتاحية وترتيبها. خلينا نقول بلاش كلمات مفتاحية، خلينا نقول keywords عشان تبقى أسهل في النطق بس. وعندنا 3 مواقع كده هندردش فيهم مع بعض. 3 مواقع دول الصراحة أنا ما جربتهمش كلهم، يعني ده بس اللي أنا جربته، الباقي أنا مجربه بس مش عارف إزاي بتشتغل بيهم بالطريقة الصحيحة، ونشرحهم موقع موقع كده نشوفهم كده مع بعض. معكم مصطفى من قناة مستر بومتك، وفي حلقة النهاردة هنتكلم عن أنواع الكلمات المفتاحية، ونبدأ بعد الفاصل. في البداية احنا هنتكلم عن الكلمات المفتاحية. هنجيب بالفيديو مانجر عشان نشوف أي فيديو نشتغل عليه مثلا، ونشتغل على الكلمات بتاعته، أو مثلا نجيب زي ما انتوا عارفين النوتة بتاعتي. ده آخر فيديو أنا كنت عامله. تمام، بصوا يا شباب، نركز كده مع بعض. في حاجة اسمها الفقر في الكلمات المفتاحية، أو كلمات مفتاحية قليلة. ماشي، مش بتكلم على عدد الكلمات المفتاحية، بتكلم عن عدد كلمات الكلمات المفتاحية. لو مثلا دي بتتكون من كام كلمة، دي كلمتين مثلا، دي 1 2 3 بس 3 كلمات مثلا، أو يعني أقول مثلا 2017 إنها هتعتبرها كلمة بأربعة. ماشي، دي كلمة مفتاحية طويلة المدى، ودي تعتبر برضو طويلة المدى، لكن الكلمة المفتاحية القصيرة هي الكلمة المفتاحية اللي تتكون من كلمة واحدة بس، نيو. ازاي تجيب كلمات مفتاحية كويسة؟ انك تخلي كلمات المفتاحية كلها بتتكون من كلمات طويلة المدى، تركز عليها مش كلها، لا تركز، لازم تنوع في كلمات مفتاحية، ولكنك تركز على كلمات طويلة المدى. انا هنا عامل كلها كلمات مفتاحية طويلة المدى. طب ليه؟ انا عامل كلمات مفتاحية طويلة المدى لان كلمات زي ما قلت لك فقيرة، كلمات مفتاحية في الموضوع اللي انا اتكلمت فيه في الحلقة اللي فاتت فقيرة، فانا مش قادر اجيب لك كلمات، او مش قادر اجيب لي طبعا لنفسي كلمات مفتاحيه تكون تستهدف اللي انا عايزه بالظبط، وتكون كلمات قصيره المدى. تمام، فهمنا الموضوع ده، انك تركز على الكلمات المفتاحيه. دي الخلاصه، يعني بعد ما بقول كل حاجه كده دايما متعودين ان انا بقول الخلاصه في الاخر. يبقى الخلاصه انك تركز على كلمات مفتاحيه طويله المدى. اللي يعني ايه طويله المدى؟ يعني تتكون من كلمتين 3 كلمات 4 كلمات، او الافضل من كلمتين ل3 كلمات، بلاش 4. تمام، اصلا الارقام دي تقريبا ما بتحسبش يعني. تمام يا شباب، طبعا زي ما انتوا عارفين ان سياسات اليوتيوب لما اتغيرت بقت مستحيل من 9 المستحيلات انك تحط الكلمه المفتاحيه ترصها زي ما رصها كده، تعملها كوبي تحطها في وصف الفيديو، دي اترفضت تماما. تمام، الكلمات المفتاحيه بتتكون من نوعين، طويله المدى قصيره المدى. طويله المدى يعني من كلمتين لثلاثه، قصيره المدى كلمه واحده. تركز على ايه؟ تركز على طويله المدى. قصيره المدى تكتب مثلا انت بتدي 10 كلمات مفتاحيه، او بتكتب 10 كلمات مفتاحيه، او من 10 ل 15، 15 كلمه مفتاحيه، تكتب 4 او 5 طويله قصيره المدى، و10 طويله المدى. بتكتب 10، تكتب 7 او 8، وتكتب 2 قصيره المدى، وتحول كلمه مفتاحيه قصيره المدى تجيبها بالحستوفه بالمعنى كده. طبعا دي لغه عاميه، لا عشان بس المغاربه حبايبنا، دقه عاليه يعني هاي كواليتي. تمام، اللي هو مثلا كلمة مفتاحية تكون عليها فلوس وعليها سيرش، ناس بتشوفها وعليها فلوس حلوة. تمام، ناس كتير بتشتكي من موقع كيوردز بلانر. كيوردز بلانر بتاع جوجل، اللي هو جوجل ادوردز، جوجل ادوردز. الموقع ده ممتاز على فكرة شباب، وانا بستخدمه اكيد، بستخدم الموقع ده عشان هو موقع صادق جدا وموقع محترم جدا، وبيتكلم فيه حاجات الجوجل اللي حطاها، حاجات جوجل اللي حطاها. زي ما انتم شايفين هنا، ننزل هتلاقي في فيديوهات طالعه مع بعض، فيديوهات بتطلع مع بعض. انا ماشي على خطى قناه ماتريكس 219 بالحرف تقريبا. انا طبعا يعني كل الفضل لقناه ماتريكس 219 على تعليم الكلمات المفتاحيه وتعليم حاجات كتير جدا في اليوتيوب، هو اصلا اللي خلاني ابدا في اليوتيوب. تمام، فننزل تحت كده زي ما انتم شايفين، يعني ايه بيطلعوا مع بعض، كل المشاهدات مع بعض زي ما انتم شايفين، مشاهدات ممتازة. أنا مبسوط جدا 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 من المشاهدات دي، مبسوط جدا. تمام، فأنا بقول لك كل حاجة هتطلع مع بعضها، كل حاجة هتطلع مع بعضها. تمام، لو ركزت في اللي أنا قلته، وفي الحلقة اللي فاتت، مش اللي فاتت دي بس، في حلقة الكلمات المفتاحية قلتها قبل كده،
حلقة ممتازة، يا ريت هسيبها لك في الاند سكرين او في الديسكريبشن، يا ريت تتفرج عليها تاني وتالت ورابع وتحاول تركز في كل كلمة عشان تقدر تفهم الموضوع ده بالظبط. وزي بعد ما شرحنا الموضوع دون لسه الاماكن صحيح بتاعت الكلمات المفتاحية، تمام، نعمل كده ايديت لاي فيديو عشان نخش نشوف الاماكن عشان نشرح المواقع دي بسرعة عشان الفيديو ما يطولش. هننزل كده زي ما انتم شايفين، ننزل اماكن الكلمات المفتاحية، هو هنا في الوصف او في العنوان، اقصد العنوان، ماشي، مش هقول سر من الاسرار اللي انا بعمل بستخدمها، ولكن طبعا في حلقات جايه هنقول اسرار كتير، ولكن خلينا دلوقتي مركزين بس في الدرس عشان ما نخرجش بره سياق الدرس، تمام. كلمه ربح المال من الانترنت مثلا لو انا بستهدفها هحطها في اول العنوان، تمام. انا مثلا استهدف كلمه ربح المال من الانترنت، دي كلمه طويله، كلمه مفتاحيه طويله، انا استهدفتها هنا، تمام. استهدفت انا هنا كلمه تانية، دي غلط، تمام، دي غلط، انك تستهدف كلمه مفتاحيه هنا لازم تركز عليها هنا، عشان كده انا حليت محلها كلمه جلوبال اد ميديا وحطيتها هنا كلمه ربح من الانترنت، انت استهدفتها، انا هستهدف مثلا كلمه ربح من الانترنت حطيتها في اول عنوان، تمام، هتحطها في الوصف مرتين او ثلاثه او اربعه، مرتين او ثلاثه او اربعه، حلو قوي، حطيناها يا عم في الوصف، هتحطها في كلمات مفتاحيه ربح من الانترنت اول كلمه، بعد كده هتكتب الربح من الانترنت كلمة مشتقة منها بحيث انك تقوي موقفها شوية، تمام. بعد كده انا حطيت اد نتورك، اد نتورك شركة، وحطيتها هنا بحيث برضو ان دي انا كده استهدفتها واستهدفتها هنا بحيث ان هي تحل محلها وتقوي موقفها لو حد بحث عن كلمة اد نتورك، تمام. ما اصل انا يا شباب يعني ان تالت بلد بتشوفني هي الولايات المتحده الامريكيه، ده مش من فراغ، تمام، ده برضو من جهد ومن تركيز ومن وضع كلمات مفتاحيه واستهداف صح، تمام. انا يعني بوريك الكلمات المفتاحيه اللي انا حطيتها يعني، وده اصلا المفروض يعني غلط في السياسات، ولكن عادي يعني، تالي ان هو يقصدوا الداشبورد بس هو المفروض ما يتحطش. المهم اعتقد كده فهمتوا الموضوع، خلاصة مرة تانية، تحطها في أول الكلمات المتحالية اللي أنت استهدفها أو الكلمة اللي أنت استهدفتها، حاول تستهدف أكتر من كلمة بنفس الطريقة، حطيتها في أول عنوان، حطيتها في الوصف مرتين أو ثلاثة أو أربعة بكتير، حطيتها في الكلمات، حطيتها في الكلمات المفتاحية أو الكيوردز أو التاجز، تمام. كده انتهينا من الموضوع ده ونخش على طول في شرح المواقع، عشان كده احنا هنحاول نستعجل. تويك يور بي اي زد تايتل جنريتور، تمام، العنوان اللي هتختاره، بيقول لك على العنوان اللي هتختاره، بمعنى انك مثلا انا كنت شرحت موقع قبل كده اللي هو رايت بيتر هيد لاينز، ده موقع ممتاز برضو بيعرفك قوه العنوان وندرته، ندرته بمعنى العنوان ده ما اتكتبش قبل كده في مقالات وفي بلوجرز وفي فيديوهات على اليوتيوب او في جوجل او في الحاجات دي، ف لكن الموقع ده هو زيه شبهه بالملي، ولكن موقع ممتاز 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 ممتاز. احنا مثلا نجربه على فكره، بيديك كمان امثله لكلمات مفتاحيه او امثله لعناوين ممتازه جدا، مثلا كتبت تربيح الانترنت، ننزل تحت زي ما انت شايف اداك هنا عناوين، هنا بيديك عناوين، تمام، دي الليست، دي الافضل اللي هي بيست، اللي هي العناوين اللي بتبدا ببيست او توب، هنا هاو تو، هاو تو الكويستشنز، لو عايز تكتب عنوان في سؤال، وعندك حاجات كتير. هنرجع هنا كده مره تانية في القائمه دي، زي ما انت شايف انت بحثت عن كلمه واحده وجاب لك حاجات كتير، طيب هتستفيد من ايه؟ طبعا 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 واضح ان كلمه الربح على الانترنت ما تنفعش، انت تستفيد من الموضوع ده لما انت تحط عنوان باللغه الانجليزيه، ازاي؟ مش انت يا عم اما بتيجي تعمل درس او بتعمل فيديو بتكتب عنوان بالعربي وعنوان بالانجليزي وبتكتب ترجمه، على فكره ده مش العنوان، ده الترجمه، تمام، على فكره مهمه جدا يا شباب، انا هحط فيديو في اهميه ترجمه الفيديوهات، مهم جدا. المهم بتحط شرطه وبعد كده بتحط الاسم بالانجليزي زي ما انتم شايفين earning money from internet، دي برضو حاجه اللي مستهدفها لما تيجي تعمل كده، ده هيبقى افضل لك 100 مره من انك تحط حاجه ارتجاليه، تمام كده اول موقع كده، تمام، وكده فكرته واضحه. نخش في الموقع بعد كده كيوردز سوفت وير، الموقع ده مشهور جدا طبعا كلنا عارفينه كلنا استخدمناه، اللي هو كيورد اس بي اي،
هنكتب مثلا خلينا نشوف حاجة تانية. تمام، زي ما انتم شايفين كلمة تطبيقات السي بي سي، كل ألف واحد بيتفرج على إعلان لكلمة تطبيقات أو بيضغط على إعلان لكلمة تطبيقات بياخد كوميشن معين. كل 1000 بياخد 3 دولار، انت بتاخد 3 دولار لكل 1000، لكل واحد بيضغط انت ليك كوميشن تاني خالص غير لكل 1000. فكرة واضحة. هنا بيقول لك 450 ألف واحد بيدوروا عليها شهريا. طيب تمام، لو جبناها بالانجليزي فرق الموضوع جدا. لو تروح السي بي سي اقل ولكن السيرش اعلى، يبقى انت هتستهدف طبعا زي ما قلنا في الفيديو اللي قبليه انت او فيديو كاميرا التحليل اللي قبليه، انت بتستهدف ربح، بتستهدف ناس، ربح او ناس. تمام، هنا زي ما انت شايف هنا انت بتستهدف ناس اهو، ما انت شايف 45 مليون بيتفرجوا او بيبحثوا عنها وربح قليل دولار ونص، فالموضوع واضح. ده بيديك كلمات افتتاحية ممتازة، حاجات دقيقة جدا وحاجات ممتازة، ولكن دي طبعا لو عملتها كده هيجيب لك هنا حاجات للموقع زي ما انت شايف. هنا بيديك احصائيات وكده. تمام، هنا بيديك كمان حاجات ممكن تحطها جنبه وبيديك احصائياتها والسي بي سي بتاعها. موقع ممتاز ممتاز ممتاز، ولا يعني اللي هو ممكن تقارنه بموقع كيوردز بلانر عادي جدا. الموقع ده ممتاز جدا ويمكن يكون اقوى كمان، والناس كتير اصلا بتستخدمه اكتر من كيوردز بلانر او جوجل ادوردز. ونخش في الموقع التالت النهارده. معلش مش دي مش كرواته والله، انا بحاول اشرح بسرعه ولكن المواقع كلها مشروحه، ولو كنت حتى بحاول لو كنت هبطأ او هشرحهم لوحدهم وهاخد وقت فكنتش هزود عن الكلام ده والله. تمام، اخر موقع معانا النهارده هو موقع برو، موقع ليك 3 مرات بس انك تستخدم الموقع ده وبعد كده هيبقى الباقي برو. تمام، مثلا انا هبحث عن كلمة ابس برضه، تراي فري، تمام. ننزل، الموقع ده ممتاز جدا. هنا بيديك suggestion يعني اقتراح، حاجات مقترحة، وبيديك السيرش بتاعه. هنا بيديك ايه اكتر حاجة بيخشوا عليها بيها، بيقول لك هنا بيخشوا من جوجل كروم، بيخشوا من البلاي ستور، بيخشوا من ابل ستور. تمام، هنا بيقول لك الصعوبة بتاعتها، وقال لك هنا 100%، وقال لك هنا البوتينيال دي مش عارف معناها بالظبط، ولكن قلت لكم هنكتشف المواقع دي مع بعض. ف يعني ما استمرتش فيه كتير لاني ما فهمتوش، ولكن ان شاء الله هحاول اشتغل فيه كويس. ولكن الموقع ممتاز، انا شايف فادني جدا لما جاب لي كيوردز لها علاقه بالموقع، ففادتني جدا الموضوع ده. ننزل المنشنز، هنا بيقول لك في منشنز، بيقول لك بمعنى الباك لينكس. مثلا هنا ده باك لينكس، بيقول لك عنده باك لينك في ريديت، وعنده في نايت تايمز، وعنده في نايت تايمز مره تانيه. طيب تمام، كيورد هنا بيقول لك من 118,000 ل 300,000، ده ممتاز ممتاز ممتاز. طبعا كلكم بتسالوا على الفلوس، فين الفلوس؟ ما هو ده برضه من الحاجات اللي خلتني اسيب الموقع ده. فين السي بي سي بتاعك؟ تمام، انا مش فاهم بقى الموضوع ده، فين السي بي سي؟ يمكن بتظهر لما بنشتري عضويه. تمام، يمكن بتظهر لما بنشتري عضويه. الموقع ده مش مجاني زي ما قلت لكم، انت ليك مرتين بس في اليوم. تمام، هو ده كان تالت موقع معانا، ويا ريت تركزوا في المواقع دي وتحاولوا تستخدموها. حتى لو هتجربوها جربها كده مره ولا اتنين، انا على فكره جربتها ونجحت معايا ولكن ما فهمتش نجحت ازاي، ولكن نجحت. فموقع ممتازه وان شاء الله تعجبكم، واتمنى لو عجبك الفيديو تضغط لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناه عشان نوصل ل 600 مشترك ان شاء الله قريب. وكان معكم مصطفى من قناه مستر بومتك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.